أعزائنا مشاهدين موقع وطني في كل مكان، أهلا بيكم. النهاردة حوار، يعني لو قلت قد إيه حوار ممتع وهيكون شيق وأنتوا بنفسكم هتشوفوا قد إيه إحنا موقع وطن النهاردة لينا شرف كبير جدا جدا إن إحنا مع قامة روحية كبيرة، مع نقول من عمالقة الكنيسة، نقول كنيستنا دايما ولادة بالأجيال العظيمة من الأساقفة والكهنوت على مدار الزمن. النهاردة لينا مناسبتين اللي بيها نزلنا موقع وطني. طبعا كلنا عارفين النهاردة نياحة الأسقف الجميل الأنبا كيرلس، سفر البابا النهاردة مع الأساقفة ليصلي على جثمان الأنبا كيرلس. دي حاجة النهاردة جايين برضو ليها. طبعا الكنيسة بتحتفل يوم 21 بعيد نياحة حبيب جرجس. طبعا الرجل العظيم اللي ادى الكنيسة كتير هنعرفه، نعرف مين هو. كل ده عايزين نعرفه، نعرفه من قلب المكان نفسه. وطني حرصت ان هي ما تعديش المناسبتين دول عليها. لازم نعرفهم كويس جدا، شعبنا يبقى عارف ويدي وعي بحبيب جرجس للأجيال اللي طالعة جديد. طبعا عندنا خدمات كبيرة جدا جدا في شرق السكة الحديد، حابين برضو نعرفها. عشان كده توجهنا كموقع وجريدة ورقية لأسقفنا المحبوب الأنبا مارتيروس، جناله النهاردة. وإحنا يعني مش عارفة أقول لكم قد إيه جمال أسقفنا في مقابلته الوطني، ترحابه الجميل جدا اللي يعني يفوق الوصف حقيقي. و قد ايه سيدنا ليه سعة صدر كبيرة جدا معانا كموقع وجريدة. يعني مهما قلت عليك سيدنا احنا بصراحة يعني ما نوفقش اللي بتعمله معانا. بداية سيدنا يعني اهلا بك في وطني، هتنور الموقع وتنور الجريدة. سيدنا عندنا كمان احنا يعني عايز اقول ان احنا نقعد مع نيافتك دي قامة كبيرة جدا وشرف لينا ما نستحقهوش. اهلا بيك بداية سيدنا معانا. متشكرين تصوني كاترين، وتحية كبيرة قوي لجريدة وطني وعلى رأسها الباشمهندس يوسف صدام وكل العاملين فيها، وبشكركم على هذا الحضور، وبشكر حضرتك على هذا الكلام الرائع الرقيق. شكرا جزيلا ومنورين، وأهلا وسهلا. سيدنا احنا بجد اللي لنا الشرف، وعايز اقول كموقع وجريدة هتنورنا بالفعل، ومكانتك عندنا كبيرة جدا عند مهندس يوسف كبيرة جدا. سيدنا ربنا هو العالم قد ايه. متشكرين جدا، ده انا دي تعتبر شهادة ليا يعني جميلة جدا. سيدنا بداية يعني احنا النهاردة طبعا سيدنا البابا مسافر علشان يصلي على الأنبا كيرلس، وطبعا انتوا هنا الكنيسة بتحتفل بحبيب جرجس. فقبل كل ده احنا هنتطرق للحاجات دي بداية، بس حابين يعني كمشاهد لينا سيدنا بيحب شعبنا، بيحب الأساقفة، بيحب يبقى اكتر ان هو يتبارك منهم. ايوه، بس يبقى عارفين يعني الاسقف حياته في الاول كانت ازاي والرهبانه كانت ازاي. فلو احنا مثلا سيدنا يعني معلش هنتعبك معانا كموقع، نعرف بدايه دخولك الرهبانه للمشاهد بتاعنا. يعني دخلت الرهبانه ازاي، وكانت فكره الرهبانه في دماغ نيافتك كفكره، وجدت ترتيب ربنا دي اكيد حتى وصولك لكنائس السكه الحديد هنا. فممكن نعرف المشوار نيافتك في الرهبنة بداية؟ الحقيقة يعني الواحد بيتجنب ان هو يتحدث عن اموره الشخصية، ولكن بصفة عامة احب اقول ان الحياة الرهبانية كانت عايشة معايا منذ الصغر، ولكن لم اتبين تبقى ازاي او شكلها ازاي، لأن في دروس مدارس الأحد كنت بسمع طبعا من الخادم بتاعي في قرية صغيرة تدعى الطود تابعة لمركز قوم حمادة في محافظة البحيرة، كنت بسمع منه سير القديسين وسير الآباء الرهبان في اجتماع صغير في أحد البيوت وفي حجرة صغيرة. فالحقيقة كنت دائما ما يعني أتبنى الدور أو أقعد أقلد
القديس اللي أنا سمعته في الاختلاء بالصلاة، في الترنيم، في أي حاجة أنا حافظها أقعد أرددها. وبعدين بعد كده اتنقلنا للمدينة لظروف أسرية نتيجة للتعليم وظروف أخرى، فاتنقلنا لمدينة كوم حمادة. وبالتالي بسرعة اندمجت في الكنيسة وبقيت شماس، ويعني حظيت بوضع اليد في الشماسية من حضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبا بخوميوس المطران العظيم. بعد كده كنت بقى في إعدادي، فروحت رحلة إلى دير الأنبا بشوي، وهناك وقت الاحتفال بالقديس العظيم الأنبا بشوي رأيت سيدنا الأنبا سرابامون وحوله مجموعة من الرهبان، فقلت بس هو ده اللي أنا عاوزه. يعني هذا المنظر انطبع في ذهني وفي وجداني وفي مشاعري، وقلت هي دي الحياة اللي أنا عاوزها. وبالتالي يعني كان المنظر يراودني من آن إلى آخر، وظللت إن أنا مستمر في ذهابي للدير والتعرف أكتر بمجهودي الشخصي على الآباء الرهبان والحياة إزاي، وسيدنا يبقى إيه موقعه من الآباء دول، ده هو الأب الكبير، هو المرشد، الكنيسة الأثرية، الجبل برا والرملة، دير السريان يظهر من بعيد. بعد كده بقى لما دخلت الجامعة بقيت بقى كل صيف مواظب على الذهاب إلى خلوة، على الأخص في دير السيدة العذراء السريان، لأن عجبني قوي الهدوء اللي هناك، وعجبني جدا يعني طبيعة برضو الآباء الرهبان. هناك مجموعة كبيرة من الشيوخ، منهم أبونا فلتأوس، أبونا منتاوس سرياني، وبعد كده بقى كان في أبونا أرمانيوس السرياني، أبونا أغريس السرياني، كل دول آباء كبار وشيوخ. الواحد يعني بقى بعد كده التحقت بالدير وتتلمذت عليهم. وكانت ظروف برضو دخولي إلى الدير بعد تخرجي من الجامعة واندماجي في العمل الميداني. خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخصص إدارة الأعمال، وأنا كنت إيه يعني حابب هذا القسم كتير، حتى إن تفوقت في هذا القسم يعني في داخل الكلية، وأخدت شهادة تقدير من رئيس الجامعة. فطبعا بعد كده توجهت إلى حضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبا بخوميس، والتمست منه أن يعطيني خطاب علشان أدخل بقى دير السريان. ففعلا أعطاني خطاب مع يعني لما دخلت بقى، كان يوم 25 فبراير 1988، ومع ظهور طبعا بعض المعوقات، ولكن يوميها قابلت كمان قداسة البابا شنودة الثالث، وجلست مع قداسته وأخد مني بياناتي وقعد يحكي معايا، وبالفعل قال لي طيب بس أنا أستأذنك إني في دير السريان بيبنوا عمارة للألالي جديدة، ودي أول عمارة بتتبني في دير السريان فلسه ما خلصتش، فهل ممكن تقعد الفترة دي في دير الأنبا شوي؟ قلت له طبعا اكيد يا سيدنا، كفايه ان انا جنبك. وفعلا قعدت في رحاب دير الانبا بشوي حوالي 5 شهور تحت ارشاد صاحب النيافه سيدنا الانبا سرابامون. وطبعا انا كنت راسم في ذهني صوره ومكان واروقه واباء دير السيده العذراء السريان، فاستاذنت سيدنا الانبا سرابامون ان انا اروح دير السريان، فقال لي لازم نقول للبابا. فالبابا فعلا اخد خبر وبعت لي، قال لي اتفضل هم خلصوا العمارة. وبعد كده بقى اتقابلت مع سيدنا الانبا ساوفيلوس رئيس دير السريان قبل ما يتنيح. وطبعا يمكن معرفش هل كلنا عارفين اختبارات
سيدنا الأنبا ساوفيلوس للإخوة المتقدمين للرهبنة، يعني اختبارات صعبة وقاسية، وفحواها وهدفها إن بيختبر إرادة الشاب اللي جاي يترهبن. يا ترى هو جاي فعلا لحياة الإماتة والموت عن العالم ولا لأ؟ هي دي النقطة اللي كان بيركز عليها سيدنا الله يرحمه نيح نفسه سيدنا الأنبا ساوفيلوس. ففعلا طبعا يعني اللي راغب الحياة الرهبانية بيقبلها بصلبها بتعبها بآلمها بدموعها ببكاها بمشقتها، ده شيء يعني بيكون في الوجدان كمان، مش حكاية ان الواحد معجب. اصل في فرق دلوقتي، في نلاقي شباب كتير معجبين بالرهبنة لكن لا يريدون او لا يعني يفضلون ان هما يعيشوا حياة الرهبنة، ففي فرق كبير. فدي بتبقى عاوزة اختبار، اختبار بيكون من رئيس الدير. كان زمان بقى اباء الدير الشيوخ هما اللي يختبروا، بيختبروا بقى اختبارات، هما كانوا ناس بسطاء، فكانوا بيختبروا اختبارات يعني ممكن ما نهضمهاش دلوقتي، اختبارات نقول حاجة زيها زي ايه مثلا؟ ما هو سيدنا البابا كيرلس الخامس لما راح دير، بداية راح دير السريان وبعد كده راح دير البراموس، الكلام ده كان في أواخر القرن 19، فاختبروه يعني اختبارات، يعني احنا دلوقتي ما اقدرش اقولها وبلاش علشان احنا مش هنهضمها شوية، انما كانوا بيختبروا فيه حبه ورغبته وعشقه لهذه الحياة التقليدية الرهبانية، بحيث بعد كده الأب الراهب بيبقى عايش للمسيح فقط وليس لأي شيء آخر، ولا يفكر حتى في المستقبل لأنه للمسيح وبالمسيح يعيش. وأنا فاكر إن أول قعدة مع أب اعترافي أبونا متاوس السرياني اتنيح من حوالي 6 سنين أو أكثر أو أكتر، يعني قال لي أول قعدة معاه قال لي أنا عاوزك تعرف إنك أنت هتعيش وتموت داخل أسوار هذا الدير من أولها كده. ده مبدأ لا مفر منه ولا مناص منه، طبعا تاركين الإرادة الإلهية للمسيح، يعني تحريك الشخص ده طبعا ده في إيد المسيح. ولكن أنا أتمنى برضو إن الحياة الرهبانية ترجع لهذا العمق، ويكون الشخص المتقدم للرهبنة يدخل في اختبارات، مش حكاية اختبارات إحصائية، يعني خريج ايه خدمت فين مين أب اعترافك ماشي، بس احنا عايزين اختبارات للنفس، يعني للنفس ولإرادة هذا الشاب، وهل هيلتزم بيها ولا هيخرج بعد كده في مخرجات مش حلو مش كويسة، يعني بتخرج بيه في خارج إطار الإماتة، خارج إطار حرب الفكر والانتصار عليه، خارج إطار حب الوحدة والحبس في القلاية واختبار حياة الاتحاد بالله اللي أبانا بيتكلموا عنها، واختبار كل ما جاء في البستان، وكل ما جاء في البستان حقيقة، ولا نسمع أبدا للمنتقدين أو للمفكرين في كيف أن هذه الحكاية حصلت أو ما دي حصلت فعلا، لأن النعمة كانت بتقود المترهب أو الراهب. وأيضا يعني الانتصارات اللي بالمسيح، يعني زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فحياة الحب المتبادل بين الراهب وربنا بتتنامى حتى إلى درجة الاتحاد في الحب والفضيلة، يعني حتى إن احنا بنسمع هذه الأعاجيب اللي بنقراها في بستان الرهبان،
ولازم نتأكد ونطمئن من صحتها. ده مش بس بعمليات تحقيق أكاديمية ممكن إن احنا نقوم بيها، ولكن بأمور حياتية احنا عايشين فيها دلوقتي. يعني ممكن احنا لو تجولنا في الأجرة القطية حاليا في مصر، هنلاقي ان الأيام دي بتتعاد تاني مع بعض القديسين اللي عايشين وسطينا واحنا مش واخدين بالنا. هنلاقي ان هذه الخبرات الرهبانية اللي بنقرأ عنها في البستان قدام عينينا تاني موجودة دلوقتي. بس احنا كعلمانيين عايشين في العالم ممكن ما نقدرش نستوعب، وكمان مش بنقدر نحفظ يعني حياة هؤلاء القديسين. يعني انا بتضايق قوي من ان احنا نعرف اب عظيم في حياتنا المصرية الرهبانية، وبعدين بمجرد بس ما نشوفه تلاقي الاف الصور تنزل له، مش صح قوي. طب دي معلش هتقودني لحاجه، يعني نيافتك مفضل ان الراهب، ظهور الراهب اعلاميا مثلا او كنسيا، الراهب يبقى مكتفي في ديره فقط لا غير؟ يعني ده بالتأكيد بالتأكيد. لا أنا كمان، أنا بقول إحنا كمان اللي بنسيء معاملتنا مع أبائنا. يعني أنت عارفة الآباء الرهبان في الدير زي بيتهم، يعني لابس أي حاجة، بياكل أي حاجة، تلاقي ولادنا هوب هوب صور صور. وبعدين طبعا ممكن غيرنا يسيء الفهم. يعني أنا أتمنى إن أولاد الكنيسة الحلوين كلهم خدام طبعا وشباب زي الورد وحلو خالص، يعني يحفظ يعني جهاد أبائنا، مش كل حاجة يكتبها وينشرها ويصور والناس مش فاهمة ايه ده، او تساء فهمها. فبرضو دي شيء مهم عشان نساعد أبائنا. لأن أنا عايز أقولك حاجة، كان دايما أب اعترفنا أبونا متاوس السرياني يقول لنا أن الرهبنة هي ظهير الكنيسة. فبنقول له ليه يا أتسابونا، يعني ده احنا عايشين في الديرة هو توف حل؟ قال لنا لا، لأن منكم يخرج الآب البطريرك ومنكم يخرج الآب الراعي الأسقف. فإذا يبقى الكنيسة هتقام بدون دولة، يبقى بالتأكيد هي الكنيسة قايمة بدول. يبقى إذا أنت كراهب إن لم تعيش الحياة، حياة الجهاد الروحي الحقيقي وحياة الميتوتة وحياة كيفية أن تنتصر على أفكارك السلبية، وكيف تنتصر بنفسك على رغبات العالم وشهواته والتفكر فيه، يبقى إذا أنت إزاي هتبقى أب ترعى شعب وأجيال وشرايح من المجتمع ده؟ يعني لو حصل يعني. بس احنا هو بيفسر لنا ازاي ان احنا لابد ان احنا نكون أكثر انضباطا في حياتنا الرهبانية، وأكثر يعني إخلاصا لحياتنا الرهبانية. طيب هو ده سيدنا برضو بيقودني لحاجة، ان يمكن مع اختلاف العصر، يعني اقصد معلش، وانا سمعتها، انا مش رأيي، انا سمعتها بنقول ان الكنيسة، كنيستنا ما هياش كنيسة عقيمة، احنا كنيسة فكرها مع التطور الزمني. فهل كل الاختبارات وهل كل ده وهل عزلة الرهب هو ده اللي كان بيتم زمن، واحنا في جيل دلوقتي مثلا في شوية لحد ما كل حاجة معروفة، كل حاجة مكشوفة، نقول جيل السماوات المفتوحة من الانترنت وحاجات وكلام زي ده. ففكر الشباب طالع انه حابب يفهم الخصوصية بتاعت الرهب، مش يعني فاهمها مش صح، عايز يعرف كل حاجة عنه. فلو الكلام اللي بتقوله نيافتك ده الحياة الرهبانية الصح، لكن هل الشباب هيستوعبوا الكلام ده؟ طب هل ليه ما الكنيسة ما تقودش الشباب مثلا انها تقول لهم طيب بصوا بقى ما فيش معلش تصوير لواحد، ليه ما يكونش في دروس توعية من الأساقفة للكهنة للخدام، التسلسل اللي هو تدريجي يعني؟ هو كلامك صح وكلامك من منطلق قاعدة العلمانيين، وهذا ليس عيبا يعني. ولكن أنا معاكي في التوعية،
وانا فعلا عملت كده يمكن وقت قبل او ما بعد نياحة ابونا فانوس الانبابولة، كتبت على الموقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه النقطة، ان احنا نحترم ابائنا ونميز ايه الصورة اللي اقدر احطها عشان كل العالم يشوفها، وايه الصورة اللي بتعتبر حاجة خصوصية من حياة هذا الأب مثلا. يعني دي حاجة. الحاجة التانية ان حضرتك بتقولي ان احنا دلوقتي احنا بقينا في عالم الانفتاح وعالم الظهور وعالم الميديا، انا اوافقك على هذا الأمر، ولكن اقولك معلومة احنا كلنا مش عارفينها، وهذه المعلومة ملخصة في ان الاب الراهب يمكنه انه ورغم انه في هذا العالم المفتوح، لكن يمكنه ان هو يداري على خصوصياته وحياته الخاصة، واللي يخرج منه او يظهر منه القشور منه اللي احنا بنشوفها، القشور ديت هي بمثابة الجمال الظاهري. انما زي ما علمنا اب اعترفنا ان جمال ابنة الملك من داخل، وبالتالي يمكننا ان نهتم بالجمال الداخلي اللي هيخلينا بلا شك يبقى لنا الحكمة والنعمة ان احنا ازاي نتعامل مع العلمانيين، سواء قدام باب الدير ها، او سواء لما انا خرجت اتعالج او اقضي مهمة او مكلف بمهمة معينة من قداسة البابا او كده. فبرضو جعليني ان لا نبرئ بعض الخروجات، انا بقول بعضها يعني عن حياة الرهبنة. حياة الرهبنة، أنا فاكر إن صاحب النيافة سيدنا الأنبا خميس لما طلبت منه الخطاب عشان أتوجه لدريستريان قال لي كلمتين، قال لي أنت عارف إن الرهبنة حياة شاقة؟ قلت له أنا عارف يا سيدنا، وأنا على طول بستان الرهبان والكتاب المقدس اقعد اختلي واقري فيهم يعني في سنوات الجامعة يعني، ومركز قوي في هذه الحياة، ورحت وشفت وحللت وما لقيتش اعظم واجمل من هذه الحياة. قال لي طيب حياة الرهبنة حياة ميتوتة، ده مصطلح بيتقال في البستان، اي ما ممكن يعني صعب نفهم يعني ايه حياة ميتوتة، يعني موت عن العالم. قلت له نعم انا اعلم ذلك. قال لي بالبركة وكتب لي جواب. في الدير بقى، شوفي بقى بتترجم الحاجات دي ازاي. انا طبعا يعني نشكر ربنا لحقت التقاليد القديمة شوية كده يعني الكلام ده كله سنة كام سنة؟ 88 89، فكانوا محرجين علينا ان احنا نخرج من باب الدير نتمشى في الصحراء، ابدا اوعى تخرج من بره اسوار الدير، وكمان عيب انك انت تطلع فوق سور الدير عشان تتفرج منه. اه طب مش ده شوية اوفر كحياة رهبانية يعني. لا ليه، ما هو انا جوه متمتع، انا جوه متمتع متمتع، كل شوية اشوف اب قديس قدامي يقول لي كلمة، يطبطب عليا، يباركني، طب صلي لي يا ابونا، يقول لي طب تعالى نشرب مع بعض حاجة، نتكلم مع بعض، طب عشان نلحق الغروب، طب نلحق التسبحة، في باكر التسبحة نجري كده على الكنيسة، ليها نشوة تاني وفرحة تانية. رئيس الدير كان بقى رئيس الدير أنبا ساوفيلوس وقتها، أول ما يشوف حد ماشي من الدير يقعد ينادي عليه يقول له انت خرجت ليه من القلاية، انت مش عارف تقعد في القلاية، ويقعد يأنبه مش عارف تقعد فيها. نبقى بقى احنا ايه حاطين بقى قدام عينينا
سيدنا يطلع لنا. لا، حاطين قدام عينينا الحياة الربانية. الشغل ده أو العمل في الدير ده جزء من التدبير الروحي للرب، ففي أهداف وفي نقط بتبقى موضوعة أمامنا علشان نثمر في الربانة، وأمور كتيرة يعني جميلة جدا في الحياة الربانية كحياة يومية، يعني الكلام فيها كتير قوي، ويعني من قراياتي زائد خبراتي وشفت وعصرت يعني بنعمة ربنا يسوع المسيح، وليس عن استحقاق بل عن ضعف. يعني بحب أتأمل في أمور معينة أو أقول حاجات معينة ممكن تكون يعني حاجات جميلة جدا أنا شخصيا لما أقعد أفكر فيها وأعيشها، بحس إن كنيستنا عظيمة في جزئية الحياة الرهبانية المصرية. حتى إنني كتبت كتاب قبل ما أنال نعمة الأسقفية عن أن الرهبانة القبطية هي الأم لرهبانيات العالم، وده صحيح وفعلا وبالأسانيد وبالأدلة دي أكيد يعني، والكتاب ده موجود في السوق يعني كده. كمان كوطن نعمل له عرض، يبقى نعرف برضو اكتر القارئ الرهبنه المصر، يعني الرهبنه الارثوذكسيه بمعنى صح. القبطية، الرهبانة القبطية هي الأم لرهبانيات العالم، وشرحت ازاي ان الرهبانة القبطية هي الأم للرهبانة السريانية ورهبانة القديس بندكت ورهبانة باتريك في انجلترا، وتعالوا شوفوا في انجلترا الرهبان الأقباط راحوا عاشوا هناك وأسسوا رهبنة، وهي الأم للرهبنة الفلسطينية، وهي الأم للرهبنة الحبشية، وأيضا الرهبنة النوبية ورهبنة آسيا الصغرى كابادوكيا وتركيا. فاحنا يعني قراءات كنيستنا كتير ما بيننا وبين، لما نيافتك أسست الكتاب ده كان في كتاب يعني، أو ألفت كتاب يعني، ليه اختلافات أكتر ولا كله مستمد من عندنا في؟ لا، هو كله مستمد من عندنا، وكل رهبانيات الكنائس الأخرى على مستوى العالم أخذت قوانين باخوميوس ونظام حياة الشركة وأسستها هناك، وده كان مناسب في أوروبا لأن أوروبا ما فيهاش صحراء وتوحد، والمتوحد ممكن يعني يموت من التلج، فكانوا بياخدوا نظام الشركة الرهبانية نظام الأنبا باخوميوس، وقليل أيضا كانوا بياخدوا بنظام التوحد للأنبا أنطونيوس أب الرهبان. بالإضافة فيه كان في نظام بين البنين هو اسمه نظام النصف شركة، وده كان أسسه القديس العظيم الأنبا يوحنا كاما في بداية القرن أو منتصف القرن التاسع الميلادي 858 ميلادية، وده كان ليه دير في وادي النطرون كبير بس انهدم في القرن الـ14، وجسده موجود في دير السيدة العذراء السريان. طيب قبل ما نكمل عن رهبانة نيافتك وصولك للأسقفية، سيدنا الأديورة عندنا بتحتاج حاليا، المفترض تحتاج لإيه، والمفترض تاني إن احنا نقول بلاش للأديورة أو للرهبان في الوقت المعاصر اللي احنا فيه ده، إيه اللي محتاجه للأديورة واللي ينقصها يعني؟ هو الحقيقة هذا الأمر كان يعني اجتهد فيه حضرة صاحب القداسة سيدنا البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات ربنا ينيح نفسه، وكان بيلتقي مع الآباء الرهبان على انفراد ويوصيهم توصيات فحواها إن العالم شيء وإحنا شيء تاني، ويقعد يقول خبرات خاصة بيه هو شخصيا علشان ناخدها منه ونقارن ونحسن من أوضاعنا الحياتية الرهبانية، مش أوضاعنا الإدارية ولا أوضاعنا أنا قاعد في قلاية شكلها إيه أو عندي إيه أو ما عنديش إيه، مش هي دي الأساس، إنما الأساس اللايف ستايل فور موناستيك، يعني يعني نظام الحياة الرهبانية للرهبنة، مش حكاية ان انا باكل ايه او قاعد فين او انا عندي تلاجة ولا مش عندي، دي حاجة خاصة بالراهب، هو اللي
اللي يعني يحكم فيها يعني، ولكن دي مش غلط ولا حاجة. المهم الرهبنة الحياة اللي بتجعلني أحتفظ تماما بالأسس العامة، والأسس العامة هي البتولية والفقر الاختياري وقطع المشيئة أو قطع الإرادة، يعني قطع الرغبات لصالح التكريس الكلي لله. فانت لو قلتي لي هنعمل ايه مع حضرة صاحب القداس سيدنا البابا طهرس، ما زال يعني يفعل كما فعل البابا شنود، ما زال يلتقي بالرهبان ويرهبن الرهبان ويلتقي بيهم ويديهم نصائح عدة وكثيرة. وهو سيدنا البابا طهرس نفسه انا جربته، كنت معاه اخ، هو كان اخ لابس الجلباب الابيض وانا اخ لسه مبتدئ بقى في دير انبا بشوي في لابس الجلباب الازرق قبل ما اتنقل لدير السريان، كان مثال للرهبنة والحياة الرهبانية جدا جدا جدا، فهو عايشها ومختبرها وعارفها، فعلشان كده بيأدي برضو هذا الدور. بس احنا طبعا احنا انا شخصيا من وجهة نظري لابد ان نختبر الاخ المتقدم للرهبنة اختبار مبني على اختبارات الإرادة والنفس، مش على اختبارات حاجات تاني، يعني مش مهم حاجة تاني، المهم البرسوناليتي بتاعت الشخص المتقدم للرهبنة، النفس بتاعته، الإرادة، التصورات الروحية عنده. وبعدين اختبارات عملية بقى على النقطة دي، على النقطة دي طبعا السلوكيات اللي خارجة من الأخ هي نتاج ما يفكر فيه، فإذا دي عامل مهم برضه نحكم عليه فيها.